اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج العاب الصالات. وقلت لكم بالتاكيد هذه الفقره مهمه، لان هنلقي الضوء بس بشكل مختلف. مش هنتكلم في فنيات ولا هنتكلم مع لاعبين او مدربين، لا هنتكلم عن الاعلام الرياضي ودور النقاد الرياضيين في متابعه العاب الصالات خلال الفترات الاخيره، وتاثير الاعلام وتحديدا السوشيال ميديا على اهتمام الجماهير بهذه الالعاب اللي البعض وصف منها بانها العاب شهيده لعدم الاهتمام. مدى التأثير ودور الإعلام في المرحلة القادمة، ده هيكون محور حديثنا في هذه الفقرة الحوارية من برنامج ألعاب الصالات. لذلك أنا برحب باثنين من النقاد الرياضيين الأعزاء اللي بتشرف أن أنا النهاردة موجود معهم في هذه الحلقة من برنامج ألعاب الصالات. النقاد الرياضي والمهتم بشأن ألعاب الصالات الأستاذ أمجد الغنيمي، منور الدنيا أمجد، أهلا بيك. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك. والأستاذ علي البحيري أيضا من المهتمين جدا بألعاب الصالات، وعنده قصة وحكاية تحديدا في كرة الطائرة هنتطرق ليها خلال هذا الحوار. أستاذ علي أهلا بكم، منور الدنيا. أهلا بك محمد، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أهلا بكم، بالتأكيد منورين النهاردة. وطبعا في البداية كنت عايزين توجهوا واجب التعزية للكابتن خالد العوضي. يعني احنا حابين الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، حابين ان احنا نعزي كابتن خالد في وفاة شقيقه. طبعا احنا مبسوطين ان احنا معاك، كنا هنبقى مبسوطين ان كان يبقى كابتن خالد، بس ان شاء الله يكون باذن الله في الجنه وربنا يرحمه ويصبر الاسره باذن الله. طبعا عايز اعزي كابتن خالد العوضي طبعا في وفاه شقيقه طبعا، وان شاء الله ربنا يتقبله في جنات النعيم، وان شاء الله يدي لهم اهله الصبر والسروان ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا النهارده اسره النادي الاهلي والنادي الاهلي ومجلس الاداره والاجهزه الفنيه واللاعبين وجهوا واجب التعزيه للكابتن خالد العوضي واسره الكابتن خالد في وفاه الشقيق الاكبر للكابتن خالد العوضي. البقال لله، وان شاء الله تكون اخر الاحزان، وباذن الله الفتره القادمه ان شاء الله كابتن خالد يكون موجود معاكم في برنامج ان شاء الله، برنامج العاب للصالات. طيب ابدا معاك يا استاذ علي برقم مهم جدا كان حديث ومسار الجميع في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، فكره ان فريق الطايره رجال في النادي الاهلي وصل لرقم 100 مباراه انتصار متتالي خلال المواسم الاخيره. طبعا في كلام كتير ممكن يتقال، اولا كيفيه الحصر، مصادرك الخاصة في حصر هذا الرقم، المدة الزمنية اللي استغرقها الفريق عشان يوصل لرقم 100 في المواسم حتى موسم 2019-2020. في البداية هو يعني إنجاز كبير، إعجازي رياضي ما تحققش في أي يعني نادي في العالم ولا في أي دولة في العالم في الكرة الطايرة. النادي الأهلي بيسير بخطوة ثابتة في الكرة الطايرة على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات، بس على مستوى الرجال نقدر نقول ان في تاريخ كبير بيتكتب. النادي الاهلي اول نادي في العالم بيحقق 100 فوز متتالي على مستوى كافه البطولات. مش بس كده، هو بيخش موسوعه جينيس للارقام القياسيه لانه كسر الرقم السابق المسجل باسم فريق فاكي بانك التركي للسيدات اللي كان محقق 73 انتصار من 2013 ل 2014. فالنادي الاهلي دلوقتي تاريخ كبير جدا ولسه الرقم مرشح للزياده، فاحنا شايفين ان في انجاز كبير جدا رياضي ما اعتقدش انه ممكن يتكرر تاني وممكن يتحقق تاني في اي لعبه. موضوع صعب جدا وموضوع الرقم كبير ومثير، فاعتقد ان هو انجاز كبير جدا. وانا عملت تحقيق عن الموضوع ده في بوابه العين الاماراتيه، يمكن تواصلت مع موسوعه جينيس وتاكدت ان الرقم التركي ده هو اللي كان مسجل، ان هم هيبحثوا رقم الاهلي وبنحاول. كم رقم الفريق؟ 73 بالظبط. 73 عملوهم حوالي سنتين او سنه ونص. الاهلي في حوالي 3 مواسم دلوقتي محقق 100 انتصار متتالي. مش بس كده، الاهلي في 100 انتصار كسبان نتيجه الاشواط 3-0 في حوالي 82 مباراه، يعني 82 مباراه انتصار ساحق. انتصار ساحق. و16 مباراه 3-2 3-1 سوري، وبعد كده 3-2 مباراتين بس. فاعتقد النادي الاهلي مش بس بيحقق انجاز كبير، ده في نفس الوقت كمان في انتصارات ساحقه، في بطولات كتير بتحقق. النادي الاهلي اللي محدش اللي مش كتير يعرفه، النادي الاهلي في الكره الطايره هو الاول في البطولات القاريه، 20 بطوله قاريه، 16 بطوله، 14 بطوله لابطال الدوري و6 بطولات لابطال الكاس، ياتي خلفه سيسكا موسكو الروسي ب 16 بطوله فقط. فالنادي الاهلي لما يكون الاول على العالم في البطولات القاريه في الكره الطايره، ده كتير ما الناس ما بتعرفوش، ده انجاز كبير وتاريخي زي كره القدم لما الاهلي كان الاول على العالم في البطولات القاريه. فطبعا انجاز كبير جدا. كرة الطايرة زمان من النادي الأهلي، من زمان من بداية تأسيسها 1932 في الرجال، والنادي الأهلي نادي تاريخي وعظيم في الكرة الطايرة. طيب أنت حصرت ال 100 مباراة في مسابقة واحدة ولا أنت بتتكلم في مختلف المسابقات؟ لا طبعا، في الثلاث بطولات، في الدوري المصري وكأس مصر وبطولة أفريقيا أبطال الدوري. الأهلي لعب حوالي 76 مباراة في الدوري
ولعب 10 بطولات في الكاس و14 بطوله في بطوله افريقيا ابطال الدوري. ده ال 100 مباراه بالظبط. طب الفريق التركي على نفس القياس بمسابقات مختلفه ولا ثلاث بطولات محليه وفي بطوله في اوروبا. في اوروبا اه تمام. طيب حصر المسابقات والمباريات دي كلها كان من خلال بقى السكور شيت في الاتحاد المصري للطايره ولا طريقه الحصر الرقم تحديدا في الالعاب دي بتبقى صعب قوي الوصول ليها؟ لا طبعا هو على طريق الجهاز الفني للكره الطايره بالنادي الاهلي اكيد طبعا وفي طبعا مجموعه شباب مهتمين جدا بالالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه في النادي الاهلي. صفحه زي صفحه العاب الصالات مهتمه جدا بالموضوع ده. شباب طبعا حاصرين كل الكلام ده ومتابعين القصه، فبالتواصل مع الناس ومع النادي الاهلي قدرنا نحصر القصه دي. وطبعا تواصلت مع موسوعه جينيس وقدرت اعمل تحقيق الحمد لله لقى نجاح كبير جدا الحمد كويس. لله آه. والتحقيق ده فعلا مش بس عملت فيه الرقم القياسي وازاي اتحقق، انا حصلت كمان تاريخ الكره الطايره في النادي الاهلي رجال بدايته لحد دلوقتي. كل الارقام من الاهلي الاول على الالقاب القاريه، النادي الاهلي واخد كام دوري، واخد كام كاس، واخد كام افريقيا، كام بطوله عربيه. النادي الاهلي الوحيد، النادي العربي او الافريقي الوحيد اللي واخد بطوله افرو اوروبيه سنه 81 في هولندا، ما حدش يعرف الكلام ده. فالنادي الاهلي في الكره الطايره نادي يعني فعلا نادي تاريخه كبير وعالمي ومعدي ناس كتير جدا في اوروبا. طيب امجد لو سالتك عن السله، الرقم ده في السله ممكن يبقى صعب شويه عكس الطايره. مبدئيا بس انا حابب اهنئ علي على التقرير اللي هو عامله، يعني حاجه فكره برضو الناس في المجال بتبقى عارفه شويه قد ايه ان انت توصل للمعلومات دي في الالعاب اللي هي بعيده عن القدم بتبقى صعبه شويتين جدا. انت لما بتيجي بتنظم بطوله افريقيه لالعاب تانية ممكن بتواجه صعوبه ان انت توصل للوجو النادي اللي جاي يلعب، مش هقول لك لمعلومات صح. ففكره ان انت توصل لنتائج باشواط وان انت تشوف في العالم كله مين الماتشات او الفرق الرسميه ومين هواه، فكره ان انت توصل للمعلومات دي في وقت قياسي صغير وتبقى محضر لده، فدي حاجه يعني بعيدا عن صداقتي مع علي هو يستحق الاشاده على ده جدا يعني. تسلم يا دي حاجه كمان المرجعيه في الامور دي بتبقى صعبه جدا بالظبط، والغلطه فيها بفوجه زي ما بنقول ان انت تقول في رقم قياسي اتعمل وبعد كده تطلع لا خلاص يعني هيبقى مصداقيتك عند الناس بقت صعبه شويه. لكن فكره ان انت تبقى بتوثق ده وتتواصل مع موسوعه جينيس العالميه وتبدا توثق ده وان انت تبقى بتساهم ان اسم النادي يكون في حاجه عالميه زي ديت، دي حاجه بصراحه لازم الناس تبقى بتشيد بعالي يعني بالمجهود اللي عامله. بالنسبه للباسكت لو انت بتتكلم بشكل عام صعبه كتير جدا، لان تعالى خلينا مثلا في مصر هنا، تعالى شوف كل سيزون الانديه اللي بتكسب البطولات، انت بتخش كل موسم انت مش عارف مين هيبقوا من التوب فور، مش هقول لك حتى مين اللي هيكسب. السيزون ده مثلا الاهلي دعم صفقات كبيره جدا، خلاص هيبقى في بطولات وكده ومع جهاز فني جديد، الاتحاد السكندري كذلك، الجزيره كذلك، سبورتنج، الزمالك، كل الحاجات دي بتبقى صعب ان انت تخش البطوله انت عارف مين اللي هيكسب. لكن في الطايره في خلاص بقى في علامات، الاهلي في افريقيا هو اللي مكتسح، فكره ان الاهلي يخسر شوط دي بقت حاجه الناس ممكن تتفاخر بيها، ان انا كسبت الاهلي شوط وهو كسبني 3-1 بس. لكن في السله لا صعبه جدا جدا وان كانت مستحيله كمان. حتى مش على المستوى المحلي ده كمان، على المستوى لا على المستوى القاري كمان، حتى المستوى الافريقي للبطوله الافريقيه بلاقي المنافسين حتى بيختلفوا بالزبط. حتى لو من دوله واحده في انجولا بالظبط كده، من تونس، انجولا، نيجيريا، بتلاقي ان الانديه في نفسها ذات نفسها بتتنافس في الدوله الواحده. ففكره ان بقى في نادي ممكن يسيطر على بطوله ثلاث مرات مثلا، مش هقول لك ل 10 سنين او 5 سنين، ثلاث سنين يكسب نفس البطوله ورا بعض، دي حاجه هي اللي ممكن يتعمل عليها ريكورد اصلا ورقم عالمي، ان هو انت ازاي في افريقيا وصلت ان انت تكسب بطوله ثلاث مرات ورا بعض. ده حقيقي. لكن ان انت توصل ل 100 مباراه لا ده انجاز يحسب لكابتن ميدو مصلحي واللعيبه والاجهزه الفنيه والنشاط الرياضي ان هم كانوا بيدعموا الفرقه في كل سيزون، احنا عايزين نوصل لحاجه تاريخيه نعملها. فكله يستحق الاشاده، علي يستحق الاشاده، ونتمنى ان يبقى كل الالعاب الفرق تبدا ان هي تبقى بتسيطر توصق. زي بالظبط وتبدا توثق. توثق فكره التوثيق دي يا محمد في حد ذاتها صعبه جدا، انت بتلاقي الارشيف بتاع مصر او اللعيب الالعاب الجماعيه في مصر صعب جدا ان انت توصل له وتوصل للمعلومه الدقيقه. انا ممكن يبقى عندي معلومه، محمد عنده الثانيه، علي عنده الثالثه، وكله من نفس مصادر مختلفه وكله متاكد من نفس المصدر بتاعه. فهي فكره التوثيق في حد ذاتها دي احنا محتاجين ان احنا نبقى بنوثقها اكتر. انا متاكد ان احنا لو جينا نوثق الالعاب هنلاقي ارقام قياسيه كتير قوي للاهلي والانديه المصريه وللمنتخب احنا ما نعرفهاش،
فاحنا محتاجين نبقى ما نغفلش حته التوثيق دي، حاجه مهمه جدا لان هي بتعرف الناس تاريخك وهي اللي بتعرفك المستقبل بتاعك هيبقى ماشي ازاي. طيب علي، ايه ابرز تحدي واجهك وانت بتشتغل على هذا الموضوع؟ حصر تاريخ الكره الطايره في النادي الاهلي ما كانش سهل. انت عشان ترجع تجيب من اول بدايه اول فريق لعب النادي الاهلي اللي كان بيمثل فيه مثلا الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي الحالي للكره الطايره، ده كان اول فريق فعلا في النادي الاهلي سنه 1932. الموضوع ما كانش سهل. انا اكيد عملت سيرش كتير واكيد تواصلت مع ناس، وده يعني اكتر ناس ساعدتني هم الجيل الحالي. الجيل الحالي طبعا كابتن ميدو مصلحي، ده انا بسميه قائد كتيبه الانجاز. ليه؟ كابتن ميدو مصلحي جه في 2016 بعد كابتن احمد زكريا، كان الاهلي ساعتها خسران كل بطولات وكان بيحاول يرجع النادي الاهلي لمكانته اللي هي معروفه دايما في الكره الطايره. كابتن ميدو مصلحي بدا يجمع فريق، طبعا حضرتك عارف ان كان كابتن عبد الله عبد السلام واحمد صلاح افضل ضارب في العالم وافضل مؤدي في العالم، الاثنين كانوا بيلعبوا في طلائع الجيش وكانوا ماشيين من النادي الاهلي. عبد الله كمان كان محترف بره، تمام، كان محترفين في تركيا قصدي ان الناس دي كانتش موجوده في النادي، ودول برضو من ابرز عنصري. طبعا ما اقدرش اغفل تاريخ حد، لكن النادي الاهلي مليء بالنجوم والفريق الحالي فيه كميه منتخب مصر كله نادي الاهلي 9 اعتقد، اعتقد 9 او اكتر كمان في النادي الاهلي. فانك تشوف ان كابتن ميدو مصلحي قدر يعمل ايه. كابتن ميدو مصلحي بدا 2016 جمع الفريق الحالي بالجهاز الفني المحترم بتاعه، طبعا بشكرهم واحد واحد، قدر رغم ان هو في بدايته خسر دوري وكاس، خد افريقيا بس، بعد كده خد كل البطولات اللي دخلها. ما فيش بطوله النادي الاهلي دخلها في الكره الطايره الا وخدها. عشان كده احنا بنطلق على فريق الكره الطايره في النادي الاهلي لقب الماسترز. ماسترز دول كبار، الناس اللي ما بتخسرش، اللي هو فعلا بيخشوا اي بطوله هم عارفين ان هم هياخدوها. انا بقيت اتفرج على النادي الاهلي في الكره الطايره انا عارف ان الاهلي هيكسب. حتى الماتش الاخير اللي هو الماتش اللي كان اصعب ماتش بالنسبه لنا في ال100 ماتش اللي هو الماتش الاخير بتاع سموحه، الاهلي كان خسران الشوط الاولاني 25-23 الشوط الاولاني، الناس كلها بقت تقول ايه ده سموحه هيكسب الاهلي هيوقف الرقم ال100 اللي الناس كلها مستنياه. الاهلي قدر، بس كابتن ميدو اتكلم مع اللعيبه، يا جماعه مفيش اي حاجه احنا هنكسب. كسبنا، الاهلي قدر يحقق ال100 ويقدر يحقق الانتصار العظيم ده. اللي عايز اقوله برده ان ناس كتير برده ما تعرفش المعلومه دي، الاهلي في بطوله افريقيا اللي فاتت دي في مباراه من المباريات كسب في اول شوط، يعني كان متقدم 20-0 20-0 في الكره الطايره، ان مفيش فريق يجيب فيك حتى نقطه، دي ما بتحصلش في التاريخ ولا حتى في الدوري العالمي للكره الطايره. ما اعتقدش، انا ما شفتش قبل كده الموضوع، ما كانش يعني الموضوع حتى لو الفريق الافريقي هو متداني. لا اعتقد هيبقى صعب، لان كان ساعتها الاتحاد الدولي قال لك الافريقي مش هناخد منها نادي بالزبط في البطوله، لان التصنيف او النتائج لو ما حققش الشوط في البطولات السابقه يستبعد. في لوائح، في لوائح، فده الرقم ده اصلا ممكن يكون لوحده ده مساوي جينيس، يعني الرقم ده اصلا لوحده، لان انا لما سرشت لقيت مثلا ان في مثلا اكتر عدد تمريرات من فريق، ده مثلا متسجل باسم فريق مثلا من بولندا او حاجه مش فاكر. فاعتقد ان في الكره الطايره في موسوعه جينيس في حاجات كتير متسجله، بس ان الاهلي يخش الموسوعه بتاريخ زي ده، اول نادي في العالم يحقق 100 انتصار متتالي في كل البطولات، ما شفتهاش قبل كده، وانجاز كبير وتاريخي. بس انا ما انكرش يا محمد بصراحه، لما الكلام بدا يزيد على الماتش ال100، الماتش ال100 انا كنت متوقع ان احنا بنسبه 99.9 الاهلي يخسر من سموحه، مش من باب ان هم هيبقوا افضل او الاهلي اوف داي، من باب التفاؤل والتشاؤم. حتى برضه سبوت على حاجه بالظبط كده، يعني تلاقي مثلا حد بيلعب في بطوله مختفيه شويه فوصل لسيمي فاينل، فالناس تبدا تركز معاه فتلاقيه خسر في الفاينل. فانا اللي هو لا، لو خسرنا انا مش هتفاجئ المره دي، يعني لو خسرنا من سموحه انا مش هتفاجئ. ففكره ان انت يبقى عندك الروح والاصرار ان انت حتى الحظ او التفاؤل والتشاؤم تقضي على كل الحاجات دي وتكسب فرقه كويسه جدا زي سموحه وتحقق الرقم ده، ده حاجه تحسب للفريق وتحسب للجهاز الفني اللي قدر يفصلهم ان انتوا ما تحتفلوش، ما فيش ارقام لسه اتحققت، الرقم هيتحقق بالماتش ده لو احنا كسبناه، لكن لو خسرناه محدش هيفتكر ان احنا وصلنا 99 ماتش. فده حاجه تحسب من الجانب البدئ، من الجانب الذهني اسف، ومن الجانب المعنوي مع اللعيبه، ان انت ازاي فصلتهم عن كل اللي بيحصل. ده يحسب للجهاز الفني بالظبط. طبعا ده يحسب للجهاز الفني طبعا. طيب امجد، ده بالنسبه للكره الطايره وفي كلام كتير هيتقال عليها، لكن كره السله، كره السله في مصر الفترات الاخيره بقت فيه منافسه قويه جدا بين اكثر من فريق، وانت ليك تحديدا دور في مساله كره السله، انك بتشتغل على قصه السوشيال ميديا ومسؤول السوشيال ميديا لفكره لعبه كره السله من خلال الاتحاد المنظم للعبه، وبتهتم جدا بتوسيع القاعده والشعبيه للعبه مع الجماهير. أهمية هذا الدور واهتمام الجماهير بلعبة كرة السلة الفترة الأخيرة، والدوري بقى في حد ذاته مدى قوته وتطوره خلال السنوات الأخيرة. طيب احنا بنتكلم في ثلاث نقط، في نقطة السوشيال ميديا، وفي حتة ان زيادة الشعبية او زيادة القاعدة بتاعت اللعب الناس اللي بتتابع اللعبة، وحتة الدوري وقوته. خلينا نبدأ من آخر نقطة.
تمام. حته قوه المنافسه زادت ازاي؟ دي زادت بان انت الاتحاد سمح من الموسم اللي فات ان انت تبدا تجيب لعيبه اجانب، كل نادي ليه حق ان هو يجيب لعيب محترف، وده كان ما كانش موجود في السنه اللي فاتت. كانت وجهه النظر في السنين اللي فاتت ان هو ممكن انت بتجيب لعيب في المركز ده فانت بتضعف في المركز ده في نادي مهم زي اهلي زي اتحاد وات ايفر ايا كان النادي، فده هيأثر على منتخب مصر. لكن فكره ان انت تخلي الدوري محترف دي حاجه في حد ذاتها كويسه جدا وهتدي قوه. ادينا شفنا اليكس يونج مع الاهلي، شفنا محترف الجزيره، بتبدا بتشوف ان لا الناس دي بتعلم اللعيبه المصريه حاجه، فده اضاف. فكره ان انت غيرت النظام بتاع الدوري نفسه خليته بلاي اوف زي الان بي اي، خليت بقى فيه منافسه، خليت ان انا النهارده ممكن خسرت انا ممكن اعوض بكره، خسرت بكره ممكن اعوض. احنا شفنا السنه اللي فاتت في دوري السوبر وصلنا لجيم 5 بعد ما كان الفريق الاولاني الزمالك كسبان 2-0، الجزيره رجع 2-1 2-2 ولعبوا ماتش خامس. فهي الفكره ان انت تغيير شكل المسابقه في حد ذاته ده بيزود القوه او بيضعفها. فحته المحترف مع ان انت غيرت نظام المسابقه ده خلى ان فيها قوه اكتر. نخش على الحته الثانيه، حته السوشيال ميديا. حته السوشيال ميديا دي ممكن اغلب الاتحادات او اغلب المسؤولين حاليا ممكن ما بيبقوش مقدرين قيمه السوشيال ميديا، ازاي تقدر توصل للناس في اسرع وقت وتعمل اتجاه معين. تمام، احنا عايز اقول لك احنا التيم بتاع السوشيال ميديا ثلاث افراد تمام بالعدد، وفي نفس الوقت بيغطوا كل الالعاب كل المراحل السنيه وكل المباريات في البطولات. حتى لما منتخب مصر بيلعب في بطولات في اوغندا في سنغال في نيجيريا في اي مكان انت متابعه وبتتابع كل حاجه، فانت لو متابع الباسكت هتبقى خلاص عارف ان البيج بتاعت الاتحاد بتوصل المعلومه فانا مستنيها. تمام، فكره ان انت بتغطي كل حاجه لايف ستريمنج، بتغطي ماتشات، بتوصل حوارات مع اللعيبه، بتوصل حوارات مع المسؤولين، ان انت تعمل حوار ما بين المسؤول في مجلس الاداره وما بين الجماهير لمده ساعه مثلا كل شهر، فالناس بتحس ان انت قريب من صانع القرار. ده خلى الناس بقت مهتمه اكتر، بقت تعرف انت ليه اخذت القرار ده وليه ما اخذتش القرار ده. فحته الاهتمام بالسوشيال ميديا اكاد اجزم يعني ان اول اتحاد يكون مسؤول عن الحته دي او يهتم بالحته دي، فدي حاجة تحسب للمسؤولين، ونتمنى ان احنا مع كل موسم او كل سنة تبقى الدنيا بتوصل اكتر، لان ده بيفيد في الاخر الفرق كلها. بقى اللعيب دلوقتي لو بيلعب في اهلي او بيلعب في منتخب او بيلعب في اي نادي بقى مهتم ان انا هلعب كويس عشان الناس بتفرج على الماتشات، فانا هبقى لو النهارده وحش فالناس هتهاجمني، لو النهارده حلو فالناس هتشيب بالي. تنفيذ تجربة السوشيال ميديا في بطولة العالم اعتقد هي اللي خلت الاتحاد يبقى عنده ثقة او يكمل في هذا الاطار كمان. يعني بطولة العالم انهي؟ بطولة العالم اللي كانت الناشئين اللي كانت موجودة من حوالي سنتين او سنة صح؟ بالظبط 3 سنين. من 3 سنين بالظبط. انا عايز اوجه برضو الشكر لامجد تيم السوشيال ميديا معاه في الاتحاد المصري لكرة السلة، لان الاتحاد الحالي فعلا مهتم بتوسيع القاعدة الجماهيرية والشعبية للعبة، وشايف اهتمام اعلامي كمان بالسلة خلال القناة التلفزيونية، نقل الدوري ونقل البطولات حتى افريقيا البطولات اللي بيشارك فيها الاندية، فشايف اهتمام من جانب السوشيال ميديا في الاتحاد المصري لكرة السلة، وبشيد طبعا بدور امجد، وده اللي احنا عاوزينه مش بس في السله، عاوزينه في كل الالعاب، لان الالعاب الشهيده دي فعلا فيها ابطال. ما هو دوركم انتوا بقى مش هيخليها شهيده. ما هو ما احنا بنحاول. ايوه بس لو المسؤولين نفسهم مش هيهتموا بده فعلي وامجد وسين وصاد الناس دي ما حدش هيشوفها، والناس دي الافكار يعني لو انت ما فيش، لو انت مديرك معلش علي قطعت كلامك، لو انت مديرك يا محمد مش واثق فيك ومش مقتنع بفكرتك انت مش هتوصل، مش هتبين اللي عندك، مش هتبين قدراتك. لكن لازم يكون المسؤول نفسه يكون عارف ان محمد عنده حاجه فيقدر يديها له، عارف ان علي عنده حاجه فيقدر يساعده فيها. فمعلش يعني هي فعلا بالناس اللي بتشتغل ومتابعه الالعاب الجماعيه، الالعاب الجماعيه مش تبقى شهيده، بس لازم المسؤولين نفسهم يكونوا بيهتموا بده. ومدى الاهتمام كمان يا علي ان النادي الاهلي كمان هيشارك في بطوله افريقيا للناشئين في مش للانديه سيدات، للانديه سيدات في كره القدم. بقول لحضرتك انت شايف دلوقتي في قاعده جماهيريه، في نقل بطولات، في اعلام بيهتم. انا شايف ان الاتحاد المصري لكره السله ماشي بخطه كويسه. البطوله الاخيره بطوله 3 في 3 في افريقيا في السنغال اوغندا، في اوغندا فريق مصر في ثلاث يعني خد 3 ذهبيات وفضيه فرق من 4، وعندنا احسن 2 لعيبه ام في بي سورايا وميدو في البطولات. فيعني شايف ان في انجاز برضه من اول مره يتحقق، فاعتقد لا في اهتمام، في انجازات بتتحقق، وده مش برضه في السله بس، في السله وفي الطايره وفي اليد، وعندنا كمان في الالعاب الفرديه بشكل فردي والناس المتاهله لاولمبياد طوكيو، فلا في انجازات في فرديه، في خطوات ايجابيه جدا. لا طبعا في انجازات. هنا جوده مثلا اتعرفت واهتم مع ان هي متالقه من وهي صغيره،
ومن سنة وسنتين فاتوا، بس السوشيال ميديا هي اللي أبرزت إن في هنا جودة وبدأت تهتم. ده في لعيبة متفوقة دي بتروح عالم كاس عالم في مراحل مختلفة من الناشئين، بتكسب بطولات وبتحقق مراكز ما كانش أول فتاني أو تالت، ما بتنزلش عن كده. فالسوشيال ميديا في الالعاب دي بقت موصله تابت يعني يعني بتمنى ان هي السلام عليها طبعا دي يعني دي حته التفاعل والتشاوم اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. انت لما بتركز على حاجه بيحصل فيها دروب، فنتمنى ان شاء الله ان هي تقوم بالسلامه بإذن الله. وتكمل ومستنيين منها ميداليات اكتر. صورتها كمان وهي تعبانه يعني بنت يعني مسميها الاتحاد الدولي هي معجزه تنس الطاوله. بنت في مرحله سنيه واخده رانك عالمي كبير، بتشارك في كل البطولات الاكبر من سنها وبتحقق مراكز وبتاخد بطولات، بتكسب ناس اكبر منها ب 26 سنه. فاعتقد ان هنا جوده دي هي فعلا موهبه استثنائيه في التنس الطاوله، لازم الدوله تهتم بيها ولازم النادي الاهلي طبعا بيدعمها وده اكيد موجود، ان نشوف هنا جوده بعد كده قدام حاجه كبيره وبتحقق ميداليه اولمبيه. وده حلمها لما عملت معاها حوار قالت لي انا حلمي ان انا احقق ميداليه اولمبيه وان انا ارفع اسم مصر في اكبر محفل عالمي. طيب ارجع بقى لفكره ميكانه الارقام والاحصائيات، هل عندنا القدره ان احنا نعمل الموضوع ده بالنسبه لالعاب الصالات الفتره الجايه؟ اكيد في شباب كتير جدا بيهتم بالحاجات دي ومهتم ان هو يقدر يعمل حاجه دي، بس محتاج طبعا دعم من الاتحادات لان الاتحادات برضو عندها الارشيف. انا دلوقتي ما اقدرش ان انا احصر كل حاجه لوحدي، انا محتاج ان انا كل اتحاد في كل لعبه يديني ارشيف يبدا يتابع معايا اي حاجه وقع مني هو هيصلحها. فانا اقدر اظبط مثلا ادي الدوري اهو، الكاس اهو، افريقيا اهو، البطوله العربيه اهي، كاس العالم اهو، كاس عالم الانديه اهو. فتقدر انت ايه تجمع كل حاجه بشكل سليم. فلما انا اجي اخاطب جهه بره زي مثلا موسوعه جينيس انا عندي اهو. انا دلوقتي لو الاهلي عاوزين نوثق الانجاز التاريخي بتاع موسوعه جينيس انا لازم اجيب الدوري وكاس مصر وبطوله افريقيا من الاتحاد الافريقي برئاسه الدكتور عمرو علواني، اجيب كل ماتش الاهلي عمل فيه ايه، ادي صوره منه، فيديو منه، ادي اهو السكور شيت، انا اقدر اوثق الانجاز ده. وده اللي ان شاء الله شغالين على الفتره الجايه، وفي ان شاء الله يعني تحركات كبيره جدا شغاله الفتره الجايه، ونوعد الناس ان شاء الله قريب النادي الاهلي هيبقى الانجاز ده مسجل باسمه في موسوعه جينيس ومذكور على موقع موسوعه جينيس وموقع الاتحاد الدولي للكره الطايره ان شاء الله. شيء مشرف بالتاكيد. طيب امجد، بالنسبه لكره السله اكيد الاتحاد او التقارير المتعلقه بكل نادي او كل فريق هو بيستعد للموسم، بتشوفوا اللعيبه الصاعده، اللعيبه اللي ممكن انضمت حديثا للفريق، ابرز الصفقات، اللعيبه الاجانب اللي هتدعم سوق الفريق. شايف الاهلي السنه دي تحديدا في كره السله التطور اللي حصل او تعديل الفريق في المرحله الجايه؟ انا شفتها من ناحيه ثانيه، انت قررت ان انت تشيل الغبار اللي عليك وتنتفض. انا مش هطلع من الموسم ده بشكل ممكن يحبط الجماهير. حققت صفقات في القدم، حققت صفقات في الطايره، حققت صفقات في الباسكت، جبت لعيبه، فتحت الخزاين على الاخر. ايا كان اللعيب النادي بتاعه عايز كام، اللعيب نفسه هياخد كام، سواء لعيب ناشئ زي عبد الله ناصر او لعيب كبير زي ايهاب امين، انا مفيش لعيب الجهاز الفني هيكون محتاجه وانا مش هوفره له. عايز احقق طموح الجماهير بالظبط. فكره ان انت تعاقدت طبعا، بس لازم نوجه الاول التحيه لكابتن طارق خالي على المواسم اللي قضاها مع الاهلي. الاهلي كان هو بالعده اللي كانت معاه زي ما بنقول يعني كان بيحاول يوصل لاقصى حاجه، فلازم نشكره على الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي. كابتن اشرف توفيق عمل انجاز كبير قوي مع نادي سموحه السنه اللي فاتت، اقصى الاهلي من بطوله افريقيا، كان هيكسر الاهلي من بطوله الدوري، ووصل بسموحه لمناطق بعيده جدا، وصل لسيمي فاينل افريقيا. كان قادر ان هو يعمل انجاز لم يحدث من قبل، ان انت نادي اول مشاركه افريقيه ليه ممكن يكون بيحقق البطوله. فكونت جهاز بالظبط، وكونت كمان بدات تدعم الشباب، اخذت احمد الجرحي من مدير فني لفريق المرتبط بقى هو المدرب المساعد لكابتن اشرف توفيق الفريق الاول. بدات بالظبط بدات تكون كوادر. كابتن طارق الغنام اعتزل، فلا تعالى خش في منصب اداري، ابدا شوف الدنيا بتتعامل ازاي بالظبط. فانت كنت يعني بدات الموسم بتشتغل على كذا حاجه، بصفقات علشان اجيب بطولات، جبت جهاز فني بلعيبه كويسه جدا، لعيبه حتى لعيبه دوليه، لعيبه محترفه في دوري الجامعات الامريكي ومتالقه زي احمد اسماعيل او ايهاب امين، او جبت ايمن شوكت وعبد الفضيل ابراهيم من طلائع الجيش. بدات عملت كل حاجه، وفي نفس الوقت بتبني كوادر للمستقبل، بتبني كادر اداري طارق الغنام، وبتبني كادر اداري احمد الجرحي كادر فني اسف. فبتعمل كل حاجه من الجوانب بتاعتها كلها علشان توصل للهدف اللي انت محتاجه. برضو هنرجع نقول ان طبيعي ان انت تبدا الموسم كويس وطبيعي يحصل دروب فيه، لان انت حوالي 9 لعيبه جايبهم في اول السيزون، التسعة كلهم عايزين يلعبوا اساسيين وانت جايبهم اساسيين من الانديه بتاعتهم، مع لعيبه موجوده عندك زي سيف سمير وزي مودي الجرحي وزي غيره، اللعيبه كلها محتاجه ان هي تتاقلم لسه على بعض.
بدأت إن أنت تلاعب فرق قوية مؤخرا. فالموضوع محتاج واحدة واحدة بالظبط، موضوع محتاج واحدة واحدة مع الوقت برضو، إن اللعيبة يكونوا عارفين إن الجمهور هيصبر مرة واثنين وثلاثة وعايز بطولة بس آه. بس هو في الآخر وعايز بطولة آه. ما تجيش تقول لي لو أنا طلعت من غير بطولات في السيزون إن أنا لا ابني فريق وإحنا هنصبر وهندعم. أنا شفت تعليقات للناس كتير آه. جدا بعد ماتش الجزيرة الأولاني اللي هو كان أول امبارح في ذهاب نصف نهائي المؤتمر، ثواني يا جماعة إحنا مش هنتكلم، عندنا ماتش عودة، محدش يعلق، مش هننتقد، نشوف اللي جاي هيبقى فيه إيه. وحتى مع الخسارة امبارح ممكن يكون في مشاكل فنيه باشكال فرديه من بعض اللعيبه، بس لما توصل للتوب فورم ساعتها بالظبط اه الشكل العام للفرقه بيقول لا ان انت هتبقى بتنافس على البطولات زي ما انديه تانية بتحاول برضه ان هي تنافس. والموسم لسه طويل، انت كمان انت بالزبط. السله تحديدا الدوري بتاعها لا مختلف. لا نفسه طويل، نفسه طويل يعني في القدم بيقولوا موسم استثنائي فالوقت بيطول، لا انت ده مش موسم استثنائي، وانت كده كده الموسم بيبقى طويل، انت بتخلص دوري المرتبط علشان تعمل جدول من 1 ل 16 فتبدا تخش على دوري السوبر الاول مع ال 16 والثاني مع ال 15 وهكذا لغايه لما توصل فاينل. انت بتلاقي ان الفريق ممكن بيجي في نهايه الموسم بيلعب له مثلا حوالي 40 ماتش او حاجه، يعني تكلم في كمية عدد ماتشات قوية جدا وصاد فرق قوية برضو كله عايز ينافس. عشان كده أنا بقول لك حتة إن النادي يبقى بيحقق 100 فوز أو 50 فوز متتالي دي صعبة جدا إن أنت تلاقيها، لأن أكيد في يوم الفرقة التانية هتكسبك، سواء بقى بخطأ تحكيمي، سواء أنت مش في مودك النهاردة، أو اللعيبة بره المستوى بتاعها اللعبة نفسها، أنت الآخر ثانية أنت متعرفش مين اللي هيكسب. طيب علي لاعب محترف واحد في السلة يكفي ولا محتاجين أكتر؟ لا أعتقد ممكن نضيف لاعب كمان يعني أعتقد في السلة أنت محتاج تجيب محترفين تاني وتزود العدد ده، يعني ممكن اتنين ممكن يعني دلوقتي على الأقل. بس في السلة أنا شايف إن اللعيبة المصريين كويسين، أنا شايف إن اللعيبة المصريين، أنا بقول لحضرتك إن الاتحاد الدولي الفيبا بيشيد بلعيبة مصرية وبيشيد بلاعب مصري. سوريا محمد مثلا دي نجمة النادي الأهلي ونجمة نادي الصيد السابقة، مسمينها كليوباترا ملكة مصر، كليوباترا آه. ملكة مصر كرة السلة آه. لما عملت معاها حوار سألتها أنت شايفة إزاي الموضوع ده؟ قالت لي أنا فخورة إن أنا في يوم من الأيام الفيبا بيتكلم عني، بيقطع لي فيديوهات، بيعمل لي ملخص لمساتي مهاراتي. سوريا مش بس لعيبة يعني بس مهارية، لا سوريا إنسان على المستوى الشخصي لعيبة مصر كلها بيحبوها حتى المدربين كلهم اللي دربوها، كل مدربين في حتى المنافسين بتوعها في مختلف المراحل بيحبوها جدا بالزبط. وسوريا يمكن في صحفي أمريكي في صحيفة إنجليزية كبرى مش فاكر اسمها يمكن سماها مش بس ملكة مصر، هي شبهها بلعيب في الام بي اي ستيفن كوري. فانك تشبهها بلعيبة زي ده حاجة مش طبيعية، حاجة كبيرة، وهي فعلا ليها اسلوب وتكنيك خاص بالذات في الرميات الثلاثية، وده فعلا بان في الفيديوهات اللي اتقطعت لها اخيرا، وكانت تستحق انها تاخد افضل لاعب في افريقيا في البطولة اللي فاتت، وفعلا هي نجمة كبيرة وبنتمنى منها. لا وفي بطولة افريقيا كمان علي سوريا مع كابتن ايهاب الالفي لما كان مدير الفني للمنتخب في بطولة افريقيا اخذت هدافة افريقيا لاول مرة في تاريخ مصر ان يبقى هدافة البطولة واحدة مصرية. فكرة ان انت بتتألق وبرضه مع الفارق ان انت البطولة الاولانية دي انت بتلعب 5-5، البطولة التانية انت بتلعب 3-3 بتكنيك مختلف باسلوب مختلف، وفي نفس الوقت اللعبة دي انت المفروض بتروح باربع لعيبة، انت رايح بثلاثة بس، فاللي بيبدأ الماتش هو اللي هينهيه، انت مصاب مش مصاب انت هتلعب الثلاثة، يعني هتلعب الثلاثة ما فيهاش اي فصال. فان هي تثبت مهاراتها في الاثنين دي في حد ذاتها حاجه تحسب لها جدا. انا عايز اكد لك احنا بطوله افريقيا للانديه الاتحاد المصري ان شاء الله بينظمها من 6-15 ديسمبر الشهر الجاي. ناس كتير بحكم بقى شغلي كصحفي بعيدا عن الاتحاد وبحكم تواصلي مع الاتحادات الثانيه ومع مسؤولي السوشيال ميديا، الناس احنا هنتفرج على سوريا، احنا جايين البطوله هنشوف مصر بتنظمها وهنشوف بس نتفرج على بس سوريا هتلعب مع الاهلي في البطوله دي بالظبط كده. انت بقى عندك سلعه تقدر تستغلها على منتخب مصر او على النادي الاهلي سوى البطوله كمان عليك بالظبط بشكل يعني ممكن الموضوع زي ما انت بتقول تبقى بتستغل اسامي اللاعبات نجوم شباك للبطوله بالظبط. مثلا كابتن حابر غنام عضو مجلس اداره الاتحاد كانت نجمه كبيره جدا في كره السله، بس تعالى لو في وقتها مثلا سوشيال ميديا كنت هتلاقي برضه في انبهار وفي الناس بتتعامل معاه ازاي. فحتى سوريا لما كان في بطوله 3-3 دي لما كنت بتكلم معاها وهي هناك، على فكره سوريا في فيديوهات بتنزل وفي حاجات، كان الموضوع بالنسبه لهم هي وزميلاتها ان هو احنا بقينا نجوم شباك زي ما انت كنت عايز اساله. على فكره قبل اجابه امجد في الجزئيه دي كمان يا علي،
اللاعبه واللاعبات في الالعاب الصالات تحديدا او الالعاب الفرديه مدى اهتمامهم بالاعلام، او لما الاعلام بيعمل حوار او الصحفي بيعمل حوار معاهم ردود فعلهم عامله ازاي؟ ممكن اقول لك ان انا اتعاملت مع لعيبه كره قدم بس اكتر ان انا متخصص في الالعاب الاخرى اتعاملت مع لعيبه كتير جدا صحابي كلهم في الالعاب الاخرى. فعلا النجم هنا بيحس باهتمام الاعلام بيتبسط جدا بيحس ان هو عمل حاجه. انت ممكن في الكوره ناس كتير بتجري وراك وناس كتير بتبقى عايز مسجل معاك قنوات وتليفونات وصحفيين بتبقى انت اصلا بتتهرب منهم. لا في الالعاب الاخرى انت بتحس ان النجم مهتم بالاعلام وبيحب الاعلام وبيحب اهتمام الاعلام بيه. في نفس الوقت لما بيلاقي ان هو عامل انجاز وبيشيدوا بيه وبيبدأ يعمل حوارات وبيبدأ يطلعوا في التلفزيون بيبقى مبسوط، وده اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين ان الناس تهتم باللاعبين دي لان فعلا في مصر في كميه مواهب في كل الانديه وفي كل اللعبات مش طبيعيه. ده دوركم بالتاكيد ان انتوا بتلقوا الضوء على ده. اكيد احنا شغالين على يعني انا بقالي كذا سنه شغال في القصه دي واكيد في زمايل لينا كتير جدا شغالين في القصه دي، واكيد احنا الفتره الجايه ان شاء الله اولمبياد طوكيو جاي وعندنا انجازات كتيره جدا، عندنا ابطال كتير جدا. عندكم شغل كتير. بالظبط بالظبط. عندكم شغل كتير الفتره الجايه. ده حقيقي. امجد انت برضو فكره انت اشتغلت كوره وبرضو ليك مصادرك في الكوره والالعاب الصالات، رد فعل المصدر نفسه لما بيشوف الاهتمام الاعلامي او حتى السوشيال ميديا؟ بص هقول لك حاجه، زي ما علي قال انت في الكوره ولو انت النجم بتاع فريقك فممكن شويه شخصيه لعيب يبقى بيتعالى شويه، شخصيه لا انا ليا درجه شويه من زمايلي الصحفيين او حبايبي دول اللي بتكلم معاهم ودول لا، لكن اللعيبه الثانيه هو ما بيصدق ان هو يعمل انجاز اصلا علشان الناس تبدا تتكلم عنه، علشان يشوف فيديو، عشان يشوف مجرد ديزاين محطوط ان هو الواجهه بتاع بطوله او الواجهه بتاع لعبه. ففكره ان هم لا انا بتاعك، شوف انت انا اقدر، يعني انت زي ما بنقول ايه باللغه العاميه انت بتصيطني، انت اللي بتلقي الضوء على حاجه انا استحق، إن مش بتجاملني انت، انا فعلا عملت انجاز يستحق ان الناس تتكلم عني وانت اللي جاي بتتكلم عني، فطبيعي مش هتعالى عليك، هتعامل معاك بادب. انا زي ما بقول لك سوريا او لاعبات في انديه تانية ما بتحسش خالص ان هو انت سوريا دي مثلا لو مشيت في اوغندا بعد البطوله الناس هتبقى ماشيه عايزه تصور معاها، تمام؟ في وقت في لعيب الكوره ممكن في مصر ممكن ما يبقوش معروفين في افريقيا او في دول تانية خارج النطاق بتاعك، وفي نفس الوقت بيبقى شايف نفسه ان هو لا انا نجم، فلما تيجي تتكلم معايا ابعت لي مسج معلش على الواتساب الاول قبل ما اتكلم او عمل تصفيق بالظبط كده. فالموضوع بيبقى مختلف، هم بيحسوا ان هم عملوا انجاز وهم يستحقوا الانجاز ده ويستحقوا الناس تتكلم عليه. اكيد. بس طيب علي انا ملاحظ في كلامكم ان وانت حتى شغال في العاب الصالات سواء انت او امجد او كل الزملاء الاعلاميين والصحفيين في تخصص برضو جوه اللعبه، يعني في صحفي مختص اكتر في لعبه كره السله، صحفي اكتر مختص في الكره الطايره، ممكن تكون في معلومات عامه، ده فعلا ولا لا انت بتشتغل العاب الصالات فبتشتغل على كل الالعاب؟ انا لو هتكلم عن نفسي انا بشتغل على كله، يعني ما فيش لعبه معينه انا مهتم بيها بس، لا انا بشتغل على كله والحمد لله اشتغلت في بطولات كتير جدا لالعاب كتير جدا، وده اللي انا بحبه، ده شغلي، انا بهتم بالالعاب دي وبهتم بابطال الالعاب دي لان الناس دي كمان انا بحس منهم بحب، انا في اصدقاء ليا كتير جدا في الالعاب الاخرى بحس منهم بفرحه لما بيشيروا حاجه بتاعتي مثلا خبر انا عامله او مثلا تحقيق او مثلا يعني لعبت الكره الطايره اللي هرجع للانجاز بتاعهم مش قادر اقول لك يعني الناس مبسوطه ازاي بالتحقيق. في لعيبه اللي انا كمان عملته ان انا مش بس حصرت الجيل ده، الجيل ده هو اللي حقق الانجاز، بس الجيل ده في الثلاث سنين مش كل اللعيبه موجود دلوقتي حصل تعديل وتغيير. انا كلمت كل اللعيبه اللي مشت، يعني حاولت اوصل كمان للعيبه اللي مشت، احنا عندنا 35 بطل في النادي الاهلي حققوا انجاز ال 100 مباراه متتالي منهم اربعه محترفين، شكري الجويني لعيب تونسي عملت معاه حوار كان موجود في التحقيق، عندنا في لعيب روسي سيرجي بيرتسيف، وعندنا الاوكراني راسلان، وعندنا المحترف الجديد المنضم الموسم ده اللي هو نجم منتخب كندا لعب في بطوله كاس العالم الاخيره جيسون ديروكو. اكتر لعيب لعب في الفتره اللي فاتت من الاربعه لان ده لسه جديد كندي، لكن اكتر في الثلاثه اللي فاتوا هو شكري. شكري اول ما كلمته وبقول له النادي الاهلي على خطى انجاز تاريخي عمره ما اتحقق في التاريخ قبل كده، انا مش قادر اقول لك هو كان مبسوط ازاي وبيديني تصريحات ازاي وبيتكلم معايا وبيقول لي اول ما ينزل بالظبط بيقول لي اديني انا، بيقول لي فتره الاهلي دي كانت اكبر فتره في حياتي احسن فتره في حياتي، هو كان جاي اعرم الترجي التونسي ورجع تاني قعد سنه بالظبط اداني تصريحات وقال لي تبعت لي تحيه، اول ما نزل التحيه مش قادر اقول لك المكالمات كانت عامله ازاي منه مبسوط. ده اللي انا حاولت اعمله، مش بس كده انا كلمت ناس نجوم سابقين، يعني مثلا كابتن نور عطيه نجم الجيل الذهبي في الكره الطايره واسطوره من اساطير الكره الطايره في مصر والنادي الاهلي، كابتن حمدي الصافي صائد البطولات سواء على مستوى الرجال او مستوى منتخب مصر او دلوقتي مدير فني لفريق السيدات اللي هو برضو على خطى الرجال بيحقق انجازات قياسيه. فكابتن مثلا ممكن اقول ان انا رجعت كابتن عبد الله بسلام، كابتن احمد صلاح نجوم، كابتن محمد مسلحي قائد كتيبه الانجاز، دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بطل العالم السابق في الكاراتيه علق على الانجاز ده وكان مبسوط جدا بالتحيه ده
واشاد بيه، وده اللي احنا عاوزينه. يعني ده اللي انا بتكلم فيه، ان فعلا انت علاقتك بالمصدر في الالعاب الاخرى بتختلف عن كره القدم، لان في الالعاب الاخرى هو بيحس بتعبه، هو تعب سنين ومفيش اعلام مسلط عليه بشكل قوي، فلما بيعمل حاجه بيحب يبرزها وبيحب يعرف هو تعب قد ايه، فده اللي بيفرق. في كره القدم لا، يعني انت الفريق الاهلي كسب مش هركز بقى مين جاب، يعني حتى لو جاب الاجوان مش هتلاقي بقى كله نجوم بالظبط، فبيبقى في اعلام كتير وبيكلم ده وبيكلم ده، لكن في الالعاب الاخرى في ابطال كتير جدا وفي ناس كده ما حدش عارف عنهم حاجه، احنا بنحاول نطلع الناس دي للنور لانهم فعلا ابطال ويستحق. طيب امجد، بالنسبه لكره السله بنشوف لاعبين في الدوري المصري في كره السله امكانياتهم متميزه جدا، طيب. هل في هذه اللعب عندنا لاعبين ممكن يحترفوا في الدوريات الخارجيه، دوري الام بي اي، الدوري الامريكي، وانتوا في كره السله وكمان مهتمين جدا بالعنصر البشري والعنصر الفردي لاداء كل لاعب في البطوله، وبتشتغلوا بتعملوا جرافيك وانفوجراف، السوشيال ميديا ليها دور كبير قوي في هذه التفاصيل الصغيره، بتبان امكانيات لعيبه في تفاصيل صغيره زي دي؟ بص، انت لو بتتكلم ان انت على الطريق او على الطريق الطويل شويه، ممكن على السنتين ثلاثه اللي جايين عندك مواهب تقدر تعمل ده، لو بنتكلم في حاجات سنا صغيره يعني مثلا، او بتتكلم في الفريق الحالي، فانا شايف ان سوريا ممكن تبقى ماشيه على الخطوات دي لو بدات تاخد الخطوات بدري ما تبداش تستنى. تمام. لو بتتكلم على مستوى رجال في الاعمار الصغيره، عندك مهاب ياسر، هو لاعب مصري حاليا بيلعب في اكاديميه الان بي اي في السنغال، وبيدرس هناك، والخطه اللي موضوعه له حتى من الان بي اي اكاديمي اللي في السنغال ان هو يلعب ان بي اي. هو الراجل ده جايبينه جايبينه من مصر علشان نجهزه ان احنا ازاي الولد ده نبدا نشوف في الان بي اي بعد 3 4 سنين يبدا يلعب له سنتين ثلاثه في الجامعات ويطلع منها على الان بي اي. لو بتتكلم في الاهلي فنفس الموضوع، مثلا جانا ايهاب الالفي كانت موجوده في ان بي اي اكاديمي الفتره اللي فاتت، مختارينها بالاسم هي واثنين من زميلاتها. لا انت عندك هي الفئي كمان بالظبط، هي الفئي. فانت على الوقت او على الفتره اللي جايه لا عندك مواهب بتبدا تظهر، مع برضه زي ما هقول لك مع السوشيال ميديا، مع اهتمام الان بي اي ان هو يبدا يركز في افريقيا عشان هو عارف ان في لعيبه كويسه سواء في مصر او بره مصر عندهم الموهبه ان هي تقدر تكون موجوده. احنا بنتكلم ان ياما كان في عدد لاعبين مصريين كانوا يستحقوا ان هم يلعبوا في ان بي اي او يلعبوا على الاقل في دوريات اقوى من 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 مصر ومن افريقيا. فالفكره ان انت بتبدا تساعد ده، تبدا تبرز دوت وتبدا تحط عليه الضوء. جانا لما كان في الان بي اي اكاديمي كنا مركزين مع تدريباتها ومركزين مع اخبارها. مهاب نفس النظام. فبتبدا تشوف المواهب بتاعتك وتبدا تسلط عليها الضوء بما ان انت بقيت مكشوف على العالم كله والناس بدات تشوفك. طيب ايه البطولات القادمه في لعبه كره الطايره الفتره الجايه سواء انديه او منتخبات؟ احنا عندنا في تصفيات اولمبياد طوكيو رجال وسيدات، دي اهم حاجه تقريبا، الباقي حاجات بطولات محليه سواء دوري او كاس، وبطولات افريقيا للانديه. لكن لو هنتكلم السيدات لا مش هنشارك. بس انا بتكلم لو احنا بنتكلم على بطولات يعني المنتخبات الوطنيه، احنا نقدر نقول في تصفيات اولمبياد طوكيو منتخب الرجال ومنتخب السيدات. طبعا اكيد حلمنا نشوف منتخب مصر رجال وسيدات في اولمبياد طوكيو، وده طبعا اكيد في شغل وفي معسكرات شغاله دلوقتي. انت نفسك عندك شغل كتير. اكيد. عايز بس ارجع لحته في اللي هتكلم فيها امجد في موضوع كره السله. الحمد لله بالتعاون مع الاتحاد المصري، وبشكر طبعا استاذ محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد، كان ليا سابق في حوار مع عبد الرحمن نادر. عبد الرحمن نادر ده تاني لاعب في تاريخ مصر يلعب في الان بي اي، كان بالتعاون مع الاتحاد المصري كنا عاملين حوار لجريده الشروق والاتحاد المصري كره السله. كان الحوار ده نشرته من 3 4 سنين. عبد الرحمن نادر ده تاني لعيب مصري في تاريخ الام بي اي. هو ده من 3 4 سنين. تمام. حوالي وكان لا اقل علي شويه، يعني احنا ممكن لو تفتكر كنا احنا الاثنين مشاركين في ساعتها بالظبط. لا ممكن يكون نص المده دي تقريبا. المهم ان كان اللعيب ده يعني انت بتخيل، انت بتتكلم عن لعيب بيلعب في الام بي اي، الام بي اي ده اللي احنا بنشوف بقى ليبرون جيمز ولاعيبه بقى مش طبيعيين. فانا اشوف لعيب بيلعب تاني لعيب في مصر، يعني اول واحد كان علاء عبد ربه النبي، ده كان حاجه كبيره جدا. دلوقتي انت عندك عبد الرحمن نادر، فتاني لعيب في تاريخ مصر. طبعا احنا عايزين العدد ده يبقى كبير، يعني عايزين نشوف لعيبه كتير جدا في الام بي اي سواء على مستوى الرجال او السيدات، فيعني حاجه كبيره جدا. طيب ده بالنسبه للبطولات القادمه في الكره الطائره. كره السله انت قلت لي بطوله افريقيا بس للسيدات. لا احنا انا بس عايز عشان انا سقطت بعض الاسامي لما جيت اتكلم عن جانا، هي جانا كانت موجوده معاها لوجي سامي ومعاها ايه الفئي زي ما ذكرنا، وكان مهاب هناك. احنا عندنا اكتر من بطوله لو بنتكلم على مستوى الانديه، فاحنا زي ما بقول لك عندنا من يوم 6 ليوم 15 ان شاء الله ديسمبر في استاد القاهره بطوله انديه افريقيا سيدات، الاهلي وسبورتنج بيشاركوا فيها الفريق الاول هنا وهنا، حسب ما انا عارف يعني ان الاهلي بيدعم بصفقه منتظره
وسبورتنج نفس النظام لعيبه محترفه هنا ومحترفه هنا مع اللي عندهم اوريدي في الفرقتين. عندنا على مستوى المنتخبات عندنا كاس عالم، وصلنا كاس عالم منتخب ناشئين تحت 16 سنه سواء ولاد او بنات. السنه الجايه ان شاء الله الولاد في بلغاريا والبنات في رومانيا. وعلى يعني بالذكر مدير فني المنتخب البنات تحت 16 سنه اللي اخذ وصيف افريقيا كابتن علي هاشم، مدير فني لسيدات النادي الاهلي اللي عنده في نفس الوقت بطوله افريقيا في الشهر الجاي. ممكن يكون استعداداتنا للبطوله بتاعت انديه افريقيا دي مختلفه بشكل ما ومميز لكذا سبب. احنا اولا البطوله ما كانتش بتاعتنا، هي كانت بتاعت مدغشقر واعتذرت، وكعاده مصر ان انت بطوله امم افريقيا اعتذرت الكاميرون فانت اخذتها. نفس النظام احنا بالنسبه للبطوله دي ممكن يكون في بعض الحاجات محتاجين ان احنا سرعه انهائها، زي مثلا صيانه الملعب، صيانه السقف، شويه حاجات ممكن تعطل البطوله او تبقى عامله لنا مشكله. لو على المستوى الاعلامي اللي هو الحته التخصص بتاعي ان انا مدير اللجنه، فاحنا بنوعد الناس تحديدا الصحفيين والمجال الميديا ان ان شاء الله في البطوله دي هيبقى في حاجات مختلفه وجديده ممكن ما تكونش حصلت في كاس عالم للقدم نفسه. احنا بنجهز زي ستوري عن لوجو البطوله، تمام؟ قصه اللوجو ده تحديدا احنا ليه واخدينه، وده يعني يعني خليني برضو عايز اقول لك حاجه، معلش اسف على الاطاله في الحته دي. احنا متعودين او السيستم اللي احنا ماشيين عليه جوه اتحاد السله حاجه، ان انت بتبدا تدي فرصه للناس. لو ناس بتبدا تكشف عن نفسها فما فيش مشكله ان انت تساعده ادام هو عنده فكره. تبدا بعلاقاتك، تبدا تشوف مثلا ناس زي 90 بلس، ناس شركات، ناس مسؤولين سواء سوشيال ميديا سواء صفحات، يبداوا يساعدوك في ان انت تعمل حاجه ممكن باقل التكلفه، بس تعمل حاجه تليق باسم مصر وفي نفس الوقت تكلفتها قليله. الصحفيين ايديهات الصحفيين هيبقى فيها زي باركود، بمجرد ما تعمل لها سكان هينقلك على السوشيال ميديا بتاعه الاتحاد المصري لكره السله وعلى الصور وعلى الاخبار وعلى النتائج. فبنحاول ان احنا نهتم لان احنا مقدمين على طلب ان شاء الله، وعلي اكيد عنده معلومه بده، احنا مقدمين على طلب استضافه بطوله افريقيا منتخبات الناشئين وناشئات، ناشئين وناشئات السنه الجايه ان شاء الله في مصر. فاحنا مستغلين البطوله دي ان هي تكون داعم لينا للبطولتين الجايين، اللي هو يا جماعه احنا نظمنا كاس عالم من سنتين ونظمنا تصفيات كاس عالم، وبننظم دلوقتي احنا قادرين في اي وقت مصر قادره ان هي تنظم اي بطوله سواء راسي عليها او احنا اللي واخدينها من الاول او اديتوها لنا بشكل سريع علشان ننقذ الموقف. طيب علي، السوشيال ميديا والمواقع والصحف بقى لها تاثير ايجابي على اهتمام الجماهير بالالعاب الصالات؟ اكيد. بنسبه كام؟ هو السوشيال ميديا اكتر. السوشيال ميديا يعني أكتر. اكيد طبعا. انت السوشيال ميديا دلوقتي انت لما ممكن تكون انت بتكتب بوست عن لعيب مثلا، عن تاريخ لعيبه او عن انجاز تاريخ عمله لعيب قبل ما ينزل مثلا حوار لي او خبر في موقع، اللعيب نفسه بيتفاعل، صحابه بيتفاعلوا، اهله بيتفاعلوا، النادي عنده بيتفاعل، الصحفيين بدأوا يتفاعلوا. فطبعا السوشيال ميديا في حياتنا دلوقتي في الصحافه هي اهم حاجه. انا دلوقتي انا ممكن اوصل لحوار حصري او سابقه او انفراد ليا عن طريق السوشيال ميديا. انا عملت التحقيق عن طريق السوشيال ميديا، يعني بالتواصل مع عن طريق الايميل او عن طريق الويب سايت او عن طريق ويكيبيديا انجلش، كل ده جمعت عنه اللي انا عاوزه. طبعا بالرجوع كمان للفريق الكره الطايره النادي الاهلي، كابتن محمد مصلحي والجهاز الفني واللعيبه والجيل الذهبي، قدرت اوصل للتحقيق بتاعي. بس اكيد السوشيال ميديا هي اهم حاجه في شغلنا دلوقتي. هل بداتوا فكره تسويق هذا الانجاز عالميا؟ ان شاء الله تسويقه ان شاء الله. يعني فعلا في خطوات كبيره جدا مع الجهاز الفني، مع مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله قريب جدا بنحاول نوصل ان احنا نتخاطب بالاتحاد الدولي والموسوعه جينيس ان احنا نبدا نجمع الداتا بتاعتنا ومستنداتنا وان احنا نوثق الانجاز التاريخي ده ويبقى معترف بيه دوليا في كل حته في العالم. وكمان مخاطبه الصحف والمواقع العالميه، ده شيء مهم جدا. اكيد طبعا. هو اصلا اول ما يتعلن لجينيس او الاتحاد الدولي لكره الطايره العالم كله يعرف. العالم كله هيعرف طبيعي. الرقم ده بيفكرني يا امجد كمان بفكره الاكثر تتويجا بالنسبه لكره القدم، النادي الاهلي. الانجاز ده كان ليه دور كبير جدا حتى في اسم وسيره النادي الاهلي في العالم. وان كنت شايف برضه ان احنا كنا ممكن نستغله اكتر من كده. احنا يعني كابتن مجدي عبد الغني الله يمسيه بالخير جاب جون في كاس العالم، فبقالنا يعني ايش 85 سنه على الجون ده، قدر يسوقه سواء بقى الناس رضيت بده او ما رضيتش، هو قدر يسوقه وقدر
يعمل ايمج لنفسه بعيدا عن تاريخه ككوره، سيدي محمد يعمل صلاح في روسيا بالظبط كده تمام. وقال لك ده احنا هنا من ضرب الجزاء احنا في 34 في ايطاليا جبنا اكتر من هدف بالظبط بس هو قدر يستغل ده. فانت كنادي اهلي كنت تقدر تستغل اكتر من كده، بس في الاول وفي الاخر انت ده اللي انت متعوده في النادي. برضه انت ساعات بتبدا ترجع تقول ايه، انا متعود على كده، انا متعود ان العالم كله بيتكلم عني، انا متعود ان انا اول واحد عايز توصل للاعلى، مش عايز تقف عند المحطه دي وتبقى فرحان بيها. وده بيبان بالتسويق، ده بيبان تسويقيا. وان كنت شايف ان احنا مؤخرا الفتره اللي فاتت شايف ان احنا حته التسويق عندنا بقت اعلى شويه، وشايف ان هي بقت واخده الاهتمام بتاعها بشكل اكبر. ان انت تبدا تشوف الناس بره بتتكلم ازاي وبتعمل ايه، فتحاول مفيش مشكله خالص ان انت تقلد او ان انت تشوف الناس دي بتعمل ايه وتبدا تعمل زيهم. لان انت شايفها مش تقليد، انا شايف ان الاعلام بره اصلا دلوقتي ما بيهتم بالعامل الرقمي. يعني انت لو بتتكلم عن اسم كبير كلاعب في لعبه معينه دايما بتهتم احرز كم هدف بالزبط. لعب كم سنه بالزبط. فالجزء الرقمي ده جزء من تسويق قيمه البطولات وسجل كم هدف شارك في الجزء ده. حته التقليد الناس دي بتستغل ده ازاي، ما فيهاش مشكله ان انا اخد وابدا اقتبس وابدا اضيف فيها عليها البهارات بتاعتنا او ابدا احط، لكن لا الناس دي عملت كذا فانا مش هعمله خالص علشان ما يتقالش ان انا بقلد. لا استغل النجاح بتاعك انت بتعمل حاجه. يعني مثلا الرجاء المغربي في بطوله العربيه عمل كامباك تاريخي قصاد الوداد، عمل تيشيرت في اليوم الاول باع اكتر من 4000 تيشيرت، باع تيشيرت على التعليقات على اللي اتقالت على هذه المباراه. الديزاين بتاع التيشيرت ما فيهوش اي حاجه غير الكلام بالعربي مكتوب مزبوط. لمعلق مش مثلا منتمي لنادي الرجاء فاللي هو فارس عوض لا بالظبط الكابتن فارس عوض. لكن انت شوف انت عندك كام كامباك عملته، كام بلس 90 عملتها، هي كلها افكار ايجابيه بس ما كنتش عندك التسويق لده. لكن هم قدروا في وقت صغير جدا ان هو يبدا يسوق للشغل بتاعه تمام. فاحنا محتاجين ان احنا نركز على حته التسويقيه دي بشكل كبير جدا، ويعني وان كنت متوسم خير في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن باذن الله. طب عشان انا وقتي بيجري مني بسرعه ومش عارف الوقت كان قصير ليه كده، الوقت يجري معاكم والكلام معاكم في هذه الموضوعات مهم جدا. الجين الاهلاوي دايما كده تحس ان جين مختلف، ومش في الكوره انت بتتكلم في انجاز طايره، وامجد بيتكلم في تحضير للسله وفي بطولات الاهلي بيحضرها في الالعاب الاخرى الفتره اللي جايه. اشتغلت على ده او فكرت في ده او شفت الجيل الاهلاوي في الانجازات دي مختلف؟ اكيد طبعا. النادي الاهلي ما بيعرفش غير الفوز، وده اللي بتعلمه كل اللعيبه. انا دلوقتي مثلا التحقيق ده بعد ما اتنشر، انت مدير فني النادي الاهلي كابتن محمد مسلحي بتقول له انت هتعمل ايه الفتره الجايه؟ قال لك انا كده كده انا عايز اخد كل البطولات، وعايز اوصل ال 100 انتصار ل 200 و300. انا عايز اكسر كل الارقام اللي هو ما حدش عارف يوصل لي. هو الرقم اصلا بقى صعب، 100 انتصار ان يحققه النادي في العالم ويحاول يكسرك، الموضوع بقى صعب جدا. فانك توصل كمان ل 200 و300 ده طموح، طبعا هيبقى فيه كميه صعوبات، بس النادي الاهلي اكيد قادر، مش بس في كره الطايره وفي كره اليد وفي كل الالعاب. عندنا ابطال كتير جدا في النادي الاهلي في كل الالعاب، وان شاء الله في اهتمام كبير جدا بالالعاب مش بس في النادي الاهلي، في كل الالعاب وفي كل الانديه. وان شاء الله مصر الفتره الجايه في كل الالعاب تبقى حاجه كبيره، وفي طوكيو ان شاء الله نشوف انجازات وميداليات كتير جدا. تكمله على الصعاب، معلش محمد، تكمله على الصعاب اللي الاهلي هيواجهه، ان هيبقى في الانديه عايزه تقول انا اللي وقفت مسيره الاهلي بعد ال 100. فكل فريق هيبقى عنده حافز ثاني ان هو يتقال ايه ده الاهلي وصل ل 110 بس فريق كذا هو اللي وقفه، فده هيبقى حافز اصلا ضد الاهلي. اتمنى ان الجهاز الفني يكون بيتداركه الفتره الجايه. برضه فكره الجين الاهلاوي دي انت بقى عشتها وانت حتى في مباريات او حتى وانت قاعد على يعني السوشيال ميديا والاعلام وكده. بص، هي بتبقى كميه رد فعل غريبه جدا تمام. وده بعيدا عن كره السله، بتكلم هنا في القدم. فكره ان انت خلاص انت في اي لحظه انت مستني ممكن يبقى بيجي جون او بيحصل حاجه تقلب لك الماتش. فاتمنى ان الاهلي ان شاء الله بطوله افريقيا مع ماتش النجم، اتمنى ان شاء الله ان احنا الاهلي لازم ياخد افريقيا السنه دي، ما فيهاش فصام، لازم يحط التاتش بقى. ما ينفعش القعده دي ما نتكلمش فيها في كوره بصراحه. يعني النادي الاهلي قدام النجم الساحلي في بدايه مشواره الافريقي في دوري الابطال، وان شاء الله اللقب التاسع ان شاء الله. علي البحيري بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، والتقي بيك على خير دايما يا رب. بشكرك جدا وبشكر قناه النادي الاهلي على الاستضافه دي. امجد الجنيمي شكرا جزيلا ليك وكل التوفيق ليك يا رب. خليك، انا سعيد باول مره في قناه النادي الاهلي بيتنا، اتمنى ان شاء الله على طول يبقى الاهلي متقدم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. حلقه كانت مهمه جدا، والحديث عن العاب الصالات مهم جدا بالنسبه لكل الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. وانا على المستوى الشخصي تشرفت بالحديث عن هذه الالعاب سواء بالنسبه للجماهير بشكل عام او العاب الصالات لجمهور النادي الاهلي بشكل خاص، لان بيبقى شرف كبير جدا وانت بتتكلم عن هذه الالعاب تحديدا داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. استعداد وتشجيع ومنافسه ومباريات على اعلى مستوى،
والحميه وحب النادي الاهلي بيبان قوي داخل صاله امير عبد الله الفيصل في كل هذه المباريات، سواء سله طايرات او حتى الالعاب الفرديه. كل التوفيق يا رب لاسره النشاط الرياضي واسره النادي الاهلي في المرحله القادمه، ودايما يا رب باذن الله العاب الصالات داخل النادي الاهلي موجوده دائما وابدا على منصات التتويج. الى هنا بشكركم والتقي بكم يا رب على خير في حلقات اخرى قادمه، وان شاء الله كابتن خالد العوضي خلال الفتره القادمه بالتاكيد ان شاء الله هيكون معاكم في برنامج العاب الصالات. شكرا والى اللقاء.